في ضوء اجتماع معالي النقيب العام الأستاذ عبد الحليم علام اليوم مع مجلس النقابة العامة لمحامين مصر والسادة النقباء وكذا أعضاء المجالس النقابات الفرعية. قد انتهى هذا الاجتماع إلى ما استفاض فيه أستاذي ونقيبي النقيب حسن أمين إلى عدة أمور هامة، وفي إيضاح لتلك الأمور ونظرا لأن السيد النقيب العام قد وجه الشكر للجمعية العمومية لمحامين مصر أولا على قيامها بأداء دورها في الدفاع عن قضايا المحامين، الأمر الذي أدى لقيام السيد النقيب العام بتشكيل لجنة مشكلة بين نقابة المحامين وبين وزارة المالية، وعبر العديد من المفاوضات والجلسات كان من بين أعضاء تلك اللجنة السادة النواب المحامين الأستاذ ضياء الدين عصام داوود النائب البرلماني والأستاذ أحمد الشرقاوي المحامي والأستاذ إيهاب رمزي وكذا الدكتور مأمون جبر، وبرئاسة النقيب عبد الحليم علام والأخوة أعضاء المجلس السيد وكيل المجلس الأستاذ مجدي سخي والأستاذ محمود الداخلي والأستاذ أبو بكر الضوى والأخوة الزملاء أعضاء المجلس. عبر هذه المفاوضات وعبر مؤازرة الجمعية العمومية لمجلس النقابة انتهت أعمال اللجنة المشكلة إلى إعفاء السادة المحامين، وأؤكد على القول إعفاء السادة المحامين عشان نقضي على الشائعات اللي بتروج. احنا الآن في مرحلة التشكيك ومرحلة الانتخابات، ويعز علي أن أنقل لكم أن النائب ضياء الدين داوود وزملائه في اتصال طويل اليوم أكثر من ساعة أبلغني أنه في دهشة وفي غاية الغرابة لما يثيره بعض السادة المحامين من خضوع السادة المحامين الأفراد لضريبة الفاتورة الإلكترونية أو تسجيل في ضريبة الفاتورة الإلكترونية، وهذا قول باطل لا أساس له من الصحة. أكد السيد النقيب العام سيد عبد الحليم علام اليوم بعد مناقشات طويلة مع السادة النقباء وأعضاء مجلس النقابة العامة أنه لا صحة مطلقة لتلك الشائعات، وأن الإعفاء هو القرار الذي صدر عن وزير المالية وصدر أيضا عن مجلس نقابة المحامين. وفي هذا المقام نشكر جهود الجمعية العمومية أولا ومجلس النقابة العامة والنقيب العام على تحقيق مطلب الجمعية العمومية الأساسي في الإعفاء لا الإرجاء، كما نوجه الشكر للسادة النقباء الفرعيين وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ومن قبل الجمعية العمومية صاحبة السلطة العليا في هذا الشأن. ثانيا، أكد النقيب العام اليوم على أنه في حالة حوار دائم مع اللجنة المشكلة ومع وزارة المالية ومصلحة الضرائب، كما استفاض سيادة النقيب حسن بي أمين للوصول إلى حلول جذرية قطعية بالنسبة للقيمة المضافة وبالنسبة لكافة المشكلات الضريبية بضريبة قطعية إلزامية نهائية تقضي على كافة المشاكل المتعلقة بالضرائب للسادة المحامين. ثالثا، أكد الحضور جميعا والسيد النقيب العام على ضرورة زيادة المعاش من خلال اجتماع الجمعية العمومية وتشكيل لجنة لبحث هذا الأمر، وأجمع الحاضرون على ضرورة زيادة الرسوم المسددة لدرجات القيد المختلفة بما يكفو المعاش محترم كفئات كرجال القضاء كرجال الشرطة يصون أسر المحامين بعد أن يقضي الإنسان نحبه أو يقضى بوفاته. وأكد الحضور على ضرورة هذا الأمر باعتباره أمر ماس بالجمعية العمومية للسادة المحامين وضرورة من ضرورات الحياة. أخيرا، حتى لا أطيل على حضراتكم، أؤكد أن هناك لجان مشكلة لربط الرسوم التي تفرض دون قانون
والتي تشكل الآن عبئاً كبيراً على المحاكم وعلى إجراءات التقاضي. وعلى النقيب العام وزع على السادة الحضور الكتاب الدولي وكذا منشور مساعد وزير العدل في إلغاء الرسوم المميكنة، وهناك حوار آخر مع وزارة العدل لإلغاء كافة الرسوم التي يفرضها بعض السادة رؤساء المحاكم والتي تعتبر لا سند لها من قانون أو واقع. وأخيرا نهيب بالأخوة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر والسادة النخباء الفرعيين والسادة الأساتذة الأجلاء أعضاء النخبات الفرعية أن نعتصم جميعا بحبل الله وأن نترك الانتخابات جانبا وأن ننحي الخلافات الشخصية جانبا وأن ننحي الانتماءات للأفراد جانبا. إن رسالة المحاماة في خطأ تحتاج من الجمعية العمومية والسادة النخباء إلى أن نكون يدا واحدة. نحن لا ندعو إلا للاتفاق للوحدة، لأن قوة المحامين في اتحادهم. عاشت نقابة المحامين حرة مستقلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.